أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز متابعة الإمام بالمصحف؟ لا، لا ينبغي متابعة الإمام في صلاة التراويح بالمصحف، لأن هذا يشغل المصلي، ينظر بالحروف والآيات، يشغله عن الصلاة، وأيضا يترك سنة قبض اليدين على الصدر، لأنه يقبض المصحف، يمسك المصحف بيد، ويترك سنة القبض على الصدر، فوت عليه سنة، فلا يحمل المصحف خلف الإمام.